الجزء بقى بتاع الالترا فلتريشن حقيقه مختلف شويه عن الفكره بتاعتنا اللي احنا عارفينها. يعني احنا دلوقتي متخيلين احنا هنحط البلاد قدام قدام الدايليزيت، هيحصل فلو للميه من البلاد للايه للدايليزيت، وده مش هيحصل الحقيقه. احنا بالنسبه لنا بيبقى في عندنا فرق في الكونسنتريشن بين الميتابولايتس الموجوده هنا وموجوده هنا. يعني اليوريا مثلا مش موجوده خالص في الدايليزيت، فمعنى كده يبقى في عندنا دلتا سي او كونسنتريشن ديفرنس اوكي بين البلاد والدايليزيت. اوكي، فعشان كده يحصل ديفيوجن زي ما احنا شفنا في فيكس فيرست لو اوف ديفيوجن في الجزء بتاع الفيزيكس. هيبقى في عندنا ديفيوجن اوف يوريا من البلاد للايه للدايليزيت. انما الحقيقه الميه لا، الميه موجوده هنا وموجوده هنا. ده بالعكس، انا ممكن اقول مثلا ان انا الكونسنتريشن بتاع الميه في الدايليزيت اعلى من الكونسنتريشن بتاع الايه الميه في البلاد. ليه؟ انا ممكن ابص للعمليه بالعكس بقى، يعني بدل ما اقول ان الكونسنتريشن بتاع الاملاح في الميه عالي، لا اقول الكونسنتريشن بتاع الميه في الاملاح عالي اوكي او واطي. اوكي، يعني هي دي معناها، هي دي نفسها. فالنقطه ان احنا لو سيبنا العمليه باسيف بالشكل ده، وطبعا احنا في ديفيوجن بيبقى باسيف بروسيس، بيحصل فلو اوف ووتر من الدايليزيت للمي للبلد، وده بيعمل عكس اللي انا عايز اعمله بالظبط. انا عايز دلوقتي البيشنت ده بيبقى فيه اكسس ووتر موجود، المفروض ان هو يتشال. عاده البيشنت مثلا بيبقى جاي زايد 4 كيلو ولا حاجه، عايزين نشيل له 4 كيلو ميه الزياده اللي موجودين في جسمه دول. فدلوقتي احنا عاوزين ان احنا نعمل طريقه عشان نعمل بيها الكلام ده. وطبعا من الواضح ان طالما الباسيف ديفيوجن مش نافع، يبقى لازم اعملها بطريقه اكتيف. اوكي، فاللي بيحصل كالاتي، الجزء بتاع الدايليزيت بامب اللي احنا حطيناه هنا ده في الجزء بتاع الدايليزيت بيشتغل بالظبط زي الموتور بتاع المايه اللي في البيوت. ده بيعمل نيجاتيف بريشر هنا في السيركت دي كلها، بحيث يخلي فيه النيجاتيف بريشر يشد ميه من الجزء بتاع البلاد كمان. اوكي، يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو مش حاطط هنا نيجاتيف بريشر، اوكي، يبقى معنى كده لو انا حطيت هنا مثلا بوزيتيف بريشر مثلا من الناحيه دي، اللي هيحصل ان البلاد او الدايليزيت هيمشي كده ويمشي كده، وممكن يخش كده كمان لان في عنده بريشر من هنا، بوزيتيف بريشر من هنا، ويعني بوزيتيف بريشر ده اعلى من هنا، فممكن الدم يخش او الدايليزيت يخش كده ويمشي كده. انما انا حاطط هنا نيجاتيف بريشر، نيجاتيف بريشر هيشد لي من هنا ويشد لي من هنا ووتر. اوكي، فالجزء بتاع الدايليزيت بامب اللي موجوده هنا دي هي اللي بتتحكم لي تماما في كميه الميه اللي انا بشيلها من البيشنت. اكني بالظبط بشد ميه من الموتور بتاع البيت. يعني انا دلوقتي لما بحط الموتور بتاع البيت ده بيعمل لي نيجاتيف بريشر، النيجاتيف بريشر ده بيشد لي ميه من الماسوره الكبيره الموجوده بره عشان تخش البيت. فنفس الكلام بالظبط هنا، هو بحط هنا الموتور دوت او البامب دي عشان يشد لي ميه من الايه من جوه الايه من جوه البلاد تخش لي في الايه في الدايليزيت سيركت. حسب ما انا اشغل الدايليزيت بامب دي، حسب الريت بتاعها، حسب ما انا يعني بيسكلي يعني بحدد كميه الميه اللي تتشال هنا بير مينيت او بير اور. اوكي، عاده انا بعملها بحيث انها تشيل ال1 كيلو جرام بير اور اللي انا كنت بتكلم عليها، بحيث على نهايه ال4 اور سيشن يبقى شال 4 كيلو. اوكي، علشان بقى اقيس الالترا فلتريشن، ده بسميه الالترا فلتريشن باي ذا واي. الالترا فلتريشن يعني ان انا يعني بشد الميه بطريقه اكتيف من الدم عشان تخش لي في الدايليزيت سيركت. اوكي، فده الجزء اللي هو بتاع البلاد، ده غير الجزء بتاع الويست ميتابولايتس اللي هو كان اللي كنا بنتكلم عليه من شويه ان هو باسيف وبيتعمل بالديفيوجن. اوكي، دلوقتي انا مهمتي بقى ان انا ازاي اقيس الكميه اللي انا شلتها. اوكي، ابسط فكره ان انا اقيس الفلو اللي هنا، الفلو بتاع الدايليزيت اللي هنا، واقيس الفلو بعد الدايلايزر. اوكي، لو انا قست الفلو هنا والفلو هنا، يبقى معنى كده لو طرحت قلت ده ناقص ده، يبقى معنى كده هيبقى الحاجه اللي جايه لي من هنا، اللي جايه لي من البلاد دي، هتبقى هي الحاجه اللي هي الالترا فلتريتد ايه يعني اللي هو الفلويد اللي هو ريموفد من البلاد. اوكي، فالنقطه ان دي طبعا حاجه بتتعمل فعلا، ودي بنسميها الفوليومتريك كنترول. ان انا بيسكلي بيبقى عندي فلو سنسور. اوكي، والفلو سنسور ده فلو تو فليت فلو سنسورز معنى صح، ومن الفرق بينهم بقدر اجيب كميه الميه اللي انا شلتها، واتحكم بعد كده بقى في الدايليزيت بامب دي حسب الكميه اللي انا عاوزها، هل اعليها واقللها حسب الكميه اللي انا عاوزها. في الحقيقه غير اللي هو السيستم ايه اللي كنت بتكلم عليه ده اللي هو الفلو سنسور بيز، في حاجه اسمها بالانسنج تشامبر سيستم. اوكي، دي بتعمل حاجه شبيهه بالكلام ده، بس مش بتعمله فلو ميترز، لا ده انا باخد الدايليزيت اللي داخل عندي بمشيه في تشامبر كده، وباخد اللي راجع بدخله في نفس الشامبر دي ناحيه تانية، وبيبقى في بينهم بعضهم ممبرين. اوكي، الممبرين ده بيبقى فيه سنسورز. اوكي، طبعا نتيجه للكميه بتاعت الميه اللي راجعه انها اكبر، هيبقى السنسور ده او الدايفرام اللي موجود في النص دوت هيتحرك بحيث ان هو يبقى جايب لي
انديكيشن ان هو في مثلا بريشر من الناحيه دي اكتر من الناحيه دي. فمن الفرق دوت بقى انا اقدر اعرف الكميه اللي اتشالت من هنا قد ايه، واقدر بعد كده اكنترول الدايليزيت بامب بتاعتي بحيث انها تتحكم لي في الكميه اللي انا عاوزها، ان انا اقدر اطلعها في الوقت اللي انا عايزه. اوكي، فطبعا احنا عندنا الجزء اللي هو اللي هنا دوت اللي هو الجزء بتاع الفلو ميتر ده، ده الحقيقه فيه ميزه ان هو طبعا بيبقى ابسط بكتير، الفكره بتاعته ابسط بكتير نقدر نفهمها كلنا، وفي الوقت نفسه يعني الليميتيشنز بتاعت البالانسنج تشامبر دي اللي هي اللي كنت بتكلم عليها هنا دي، يعني مش شرط ان انا استعمل بالانسنج تشامبر دي لان هي دي باتنتد، ده في شركه عامله لها باتنت، فما اقدرش ان انا استعملها نتيجه لانها دي مخصوصه بتاعت شركه معينه، مش اي حد يقدر يستعملها.